فمن قال إن الوسم يأتي بالمطر فقد أشرك بالله شركا أكبر، وليس الوسم سببا. فمن قال إن الوسم سبب لنزول المطر فهو مشرك بالله شركا أصغر، لأن الوسم قد يمر ومر علينا في بعض السنوات ومع ذلك ما وقع مطر، لكن نقول الوسم وقت للمطر بإذن الله. إذن الصحيح فقط لفظة واحدة، الوسم وقت لنزول المطر بإذن الله، أما سبب فليس بسبب، قد تمر سنوات ومرت عينا سنوات ولم يهطل المطر فليس سببا. ومن قال إنه سبب فهو مشرك بالله شركا أصغر، ومن قال إن الوسم هو الذي أوجده أوجد المطر فهو شرك أكبر. كذلك مثل المربعانية يأتي فيها البرد الشديد، بعض السنوات تمر أيام من المربعانية أو الشبط، السنوات الماضية مرت بنا أيام حر، فليست موجدة وليست سببا، وإنما هي وقت هذه النجوم، أوقات بإذن الله لنزول أو حصول هذه الأشياء. ولك حتى لو قال مثلا، لو قال والله الوسم سبب لنزول المطر بإذن الله فلا يجوز، لأن الله لم يأذن أن يكون هذا الوسم سببا. إذن النجوم فقط نقول هي أوقات بإذن الله، أوقات لنزول المطر، أوقات لوجود الحر أو حر شديد، أو وجود البرد أو برد شديد، هذه أوقات ونقول بإذن الله تعالى، لكن ليست سببا وليست موجدة لهذه الأشياء.